فرحانين حيت جينا للمسرح محمد الخامس، جينا نشجعوا هاد الشباب ديالنا خونا اسماعيل وكاع الاخوان ديالنا. حنا فرحانين جينا حنا وليداتنا والعائله ديالنا، ونتمنوا للجميع فرجه ممتعه. بالنسبه للعرض ديال اليوم، العرض ديال اليوم كان اول سبيكتاكل خاص بكوميدي شو، يعني اول عرض ديالو. وهذا العرض هذا كان الموضوع العام كيدور في القهوه، يعني المكان القهوه مقهى تيرسي. كانوا مجموعه من الاحداث في كل مشهد كوميدي كيكون حدث مختلف، وحاولنا يكونوا مواضيع يعني اللي حديثة وفي نفس الوقت مضحكة، يعني كنوصلوا ميساجات بطريقة ساخرة. كيف جاك الجمهور ديال مدينة الرباط؟ الجمهور ديال مدينة الرباط ماشي أول مرة هذه غادي نلعبوا قدامه، ولكن تبارك الله راه واقيلا المرة الثالثة ولا الرابعة، يعني الجمهور زوين 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 بزاف. السلام عليكم، معكم محمد فاتح. الحمد لله اليوم العرض داز زوين بزاف، العرض ديال الكوميدي شو اللي هو واحد الكونسيبت اللي غيكون شاك موا في مسرح محمد الخامس بالرباط. الحمد لله اليوم العرض داز طوب طوب طوب، اكثر من اللي كنا كنتوقعوا. فرقه البومبا كوميك اللي في واحد ستيل جديد، ستيل ديال المسرح وفي دي سيتياسيون دي سكتش. الحمد لله داكشي داز واعر بزاف، وباقي فرحان دابا هانتو والله الا من قلبي لا سر وحق الله، داكشي زوين. وكنشكر الجمهور ديال الرباط اللي تاق فينا وجا، والحمد لله على اي حاجه. الناس المشاهير من مدينه اكادير، عضو في مجموعه البومبا كوميك وكذلك في كوميدي شو. الحمد لله كما كتعرفوا اليوم العرض الاول ديال كوميدي شو اللي غادي يكون ان شاء الله كل شهر هنا بمسرح محمد الخامس بمدينه الرباط. يعني كل شهر كونسيبت جديده، كل شهر حلقه جديده، اكيد انها تكون مختلفه على الحلقه اللي فاتت. فاليوم اول حلقه من العروض اللي غادي يكون ان شاء الله كل شهر. كنشكروا جمهور مدينه الرباط اللي اكيد انه تاق فينا وجا باش يتفرج، والحمد لله هذا هو الشيء الجميل من انه الجمهور كيثق فيك. شكرا كذلك للمنابر الاعلاميه كلها اللي كان اليوم جات وكبات، منها الموقع اشواق وكذلك مجلتكم اللي حضروا معنا من الاول حتى الاخر. فشكرا لكم بزاف، خاطرنا دائما كتكونوا بالفعل المنبر الحر اللي كيوصل الاعمال ديال الفنانه. شكرا لكم بزاف. النوطه اللي كتقول لي فان ديالك، النوطه اللي معروف بها يواز. كنشكر مدينه الرباط الحضور ديالها في العرض الاول ديال كوميدي شو اللي كان العنوان ديالو هي قهوه ديال التيرسي. كنشكروا الجمهور على الثقه ديالهم اللي حضروا بكثافه، وان شاء الله العرض الجاي غادي يكون عاوتاني كل شهر غادي يدار العرض في مدينه الرباط اللي هو الكوميدي شو. وان شاء الله نتمنى من الجمهور انه يحضر ويشوف شي حاجه
خليتي يجيو. اول حاجه شكرا بزاف على الحضور ديالكم لتغطيه التغطيه الاعلاميه للعرض الاول من الكوميدي شو بمسرح محمد الخامس. كان لنا الشرف هذا الحضور الجماهيري الكبير في العرض الاول، وان شاء الله غادي نتلاقاو في العرض الثاني اللي غادي نعودكم ان شاء الله كل شهر يكون عرض جديد، ساعتين من الضحك جديده بطريقه جديده كتجمع ما بين المسرح وما بين ستاند اب. بطبيعه الحال مع السيد الساخر او المدير الفرقه السيد انور خليل، وايضا مع ليكيب ديال عصابه البومبا كوميك وعبد ربيه اللي ان شاء الله كنتمنوا اننا نكونوا عند حسن ظنكم بضحك هادف بكوميديا هادفه. كما كنقولوا ضحك واستفد ودي ما تعاود. الحمد لله العرض الاول ديال الكوميدي شو داز في احسن مما كنا نتوقع، في ظرف تقريبا واحد الاسبوع وجدنا هذا العرض هذا، والحمد لله نجحنا في اقناع الجماهير انهم يجيو يتفرجوا ويخلصوا التيكي ديالهم ويجيو يتفرجوا في سبيكتاكل. الحمد لله عمرنا المسرح، هذه تجربه الحمد لله كنعتبروها ناجحه، وكنشكروا الجمهور اللي تاق في الانتاج ديال البومبا كوميك، وكنوعدكم دائما بالجديد. كل شهر عندنا عرض جديد في مسرح محمد الخامس. العرض المقبل غيكون 17 افريل، غيكون جديد على هذا اللي نزلنا، وهذه التجربه كنقولوا ان تجربه جديده غتكون في المغرب، ديال اننا كنحاولوا ما امكن اننا نديروا نخدموا على لاكتواليتي، على ليمور داكتواليتي اللي كيكون الاحداث اللي كتكون في الشهر كامل كنحاولوا نجيبوها احنا في قالب فكاهي.